سمير جودة أحد عمالقة السلة في نادي الزمالك ومنتخب مصر. جودة صاحب المترين والسبعة عشر سنتيمتر بدأ ممارسة كرة السلة بالصدفة البحتة عندما رآه أحد مدربي السلة يمشي في الشارع، فنصحه بالتوجه لأحد أندية بورسعيد وهي مدينته. وبالفعل في سن 18 توجه جودة لأحد الأندية في مدينته، ولكن المدرب استقبله بغير اهتمام وأخبره بأنه لا يصلح لممارسة الرياضة. كان في بورسعيد هناك شخص تربطه صداقة بإسماعيل سليم أحد أساطير اللعبة في الزمالك، وبالفعل ذهب جودة مع والده لنادي الزمالك واستقبلهما الدكتور إسماعيل سليم مدرب الفريق الأول في ذلك الوقت. ومنذ النظرة الأولى له تغير كل شيء في حياة سمير جودة، فتبناه الدكتور إسماعيل سليم ووفر له سكنا للعيش، فكان جودة يحضر للتدريب الفردي في الصباح ويعود للتدريب الجماعي في المساء مع الفريق. وبعد أقل من عامين أصبح العملاق سمير جودة أحد أفضل لاعبي مصر في كرة السلة. وبعدها بقليل بدأ جودة مشواره مع المنتخب الوطني، ثم رحلة الاحتراف المثمرة التي عاشها في أوروبا وبالتحديد في اليونان، أوكرانيا، تركيا وقبرص، بالإضافة إلى الرياض اللبناني أحد أشهر الأندية العربية واللبنانية. لجودة مشوار حافل مع نادي الزمالك والمنتخب المصري. من أبرز هذه الإنجازات الفوز بالدوري المصري مع القلعة البيضاء، والمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم بكندا عام 1994، وحقق البطولة الإفريقية مع الزمالك عام 1992. وبعد رحلة الاحتراف الطويلة لجودة عاد لبيته الزمالك على سبيل الإعارة من فريقه القبرصي، وبعدها فضل البقاء في بيته بميت عقبة ليحقق لقب الدوري عام 2007، وهو آخر ألقاب فريق السلة حتى الآن، لينتقل في مفاجأة للأهلي لمدة عام وبعدها للاتحاد ثم سموحة، وكانت رحلات سريعة حتى عاد للزمالك مرة أخرى، وبعدها قرر الاعتزال بعد تقدمه في العمر. سمير جودة أحد أساطير لاعبي الارتكاز في السلة المصرية والزملكوية على الإطلاق.